هندريك لورنس بيتر زيمان ثاني حاصلي على جائزة نوبل بالفيزياء عام 1902 لاكتشاف التأثير المغناطيسي على الإشعاع. كان هدف لورنس تكوين نظرية واحدة بتفسر علاقة الكهرباء المغناطيسية والضوء، وقام بوضع نظرية مفادها أن الذرات قد تحتوي على جزيئات مشحونة وأن ذبذباتها داخل الذرة هي مصدر الضوء، وبالتالي فإن الحقل المغناطيسي رح يأثر على هذه التذبذبات وبالتالي على طول موجة الضوء. وفي عام 1896 قام زيمان تلميذ لورنس بالبرهنة على هذه الظاهرة وسميت زيمان إفكت، ولأن لكل عنصر من عناصر الجدول الدوري طيف خاص به ساعد العلماء على معرفة مكونات النجوم من خلال فقط التحليل الطيفي، وأيضا تستخدم بالمجال الطبي في تصوير الـ MRI اللي هو تصوير الرنين.